السلام عليكم ورحمة الله. في آخر حصة ولا بلوتو في آخر فيديو كملنا تمرين تالي بوك، خلينا سؤال واحد ونخليوه الفيديو واحد وخير، برسك راح يكون شوية أطول من باقي الأسئلة باش ما نطولوش الفيديو بزاف. في السؤال الآخر هذا اللي مازال الأوبجيكتيف تاعنا نكتبو أن سكريبت اللي دوموندي على اليوتيوزاتور أنه يعمر أون ماتريس. بعد ما يعمر لا ماتريس هذيا يحسب ويافيشي الترونسبوزي تاعها ويافيشي إيكالمون الروتاسيون تاعها ب 90 درجة. دونك ترونسبوزي وروتاسيون هما اللي نديروهم بالابوستروف ونديروهم بلا فونكسيون روتاسيون 90 دوغري، دونك ار او تي 90 اسمها لا فونكسيون. باش نجربو بار لا سويت ممكن نستخدمو لي دو اوبيراتور هادوما، الاوبيراتور هادو والفونكسيون هادي، باش نتاكدو بلوك النتيجه تاعنا اللي كان صحيحه ولا غلطه، ولكن ما عندناش لو دروا نستخدموهم في سكريبت تاعنا، دونك لازم نخدمو كلش بلي بوكل. دونك الخطوات اللي تبعهم سكريبت وشي هما، اولا نطلبوا من المستخدم يبدل لنا عدد الاسطر والاعمده تاع الماتريس، نديروا ان بوكل باش تقرا القيم تاع الماتريس، بار سويت نحسبوا لي لو ترونسبوزي اي لا روتاسيون في دو ماتريس ديفيرونت، ونا في شيف دو ريزولتا كوست، انا في شو لا ماتريس اوريجينال ترونسبوزي تاعها والروتاسيون تاعها. بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش ترونسبوزي وروتاسيون، دونك نرجع للماتلاب نكسبليكي لكم رابيدمون برك باش تفهموا واش رايحين نديروا. لو كان مثلا نخرج اون ماتريس ماجيك، دونك نقولوا ايغال ماجيك 5 ولا نيمبورت كو 4 فوالا، لو كان نديرو ترونسبوزي، لو كان نديرو ترونسبوزي راح يخرج لنا ليني في بلاصه كولون، كولون في بلاصه لا ليني. واش معناتها؟ لا ليني الاولى هادي تولي هي لا كولون الاولى، صدر 16 2 3 13 كانت ليني تولي كولون. اوكي، لا كولون الاولى هادي لي 16 5 9 4 تولي هي لا ليني الاولى، دونك اي ليني تولي كولون والكولون تولي ليني، ويغاردي نفس الترتيب تاعهم. الروتاسيون واش معناتها؟ انها لا ماتريس وكان نحكموها ندوروها ب 90 درجه كيما نقولوا نيكزيكيو باش تشوف. دونك نكتب روتاسيون 90 اهم فوالا. دونك نلاحظوا لهنا دارت العكس، دارت اغوش، مي ماشي مشكل، ما يهمش. على كل حال دور هيك كلها هكا كيف كيف نقدروا نخدموها في اي اتجاه. مي هنا مثلا 13 كانت لهنا دور تولي لهنا، 16 تهبط لهنا دارت في عكس اتجاه عقارب الساعة، الرابعة كانت لهنا تولي لهنا، والواحد كانت لهنا تطلع تولي في البلاصة هادي، دونك تطلع صوتي تولي في البلاصة هادي. ونفس الشيء بالنسبة لباقي القيم، استادير لهنا لا ليني كاملة، لا كولون كاملة هادي الدور وترجع تولي في بلاصة لا ليني هادي، ولا ليني هادي تولي في بلاصة لا كولون هادي. دونك انتريكا دارت 90 درجة في عكس اتجاه عقارب الساعة. دونك حنا كيما راح نخدموها، راح نبداو بيان سور بالخطوه الاولى اللي هي اننا نقراو لي زيليمون تاع لا ماتريس. دونك وين درت سكريبت، امس ما كريتش سكريبت، ندير فايل نيو ان فايل، نقرا عدد الاسطر نقرا عدد الاعمده، دونك نقول مثلا ال بوغليمي ايغال انتو زيد ندير سي فيها عدد الأعمدة، بعد نقرا العناصر تاع الماتريس. دونك راح ندير اون بوكل باركوري الماتريس في ماتلاب، لما نكون نقرا في الماتريس نقدر نباركوريها قبل ما نكرييها، سي با بيان بور لي بيرفورمانس دي بريفيرونس كرييها قبل بزيروز ولا بونز، ولكن مش هندخل في التفاصيل بزاف، راح نبدا ديريكتومون نقرا لي فالور بلا ما نكريي لا ماتريس. دونك ندير ديريكتومون فور اي يساوي، دونك اي راح باركوري بها لي ليني، جي باركوري بها لي كولون، دونك اي يساوي من واحد جوسكا ال، ندير دوك لافي بلونغ دي باردون سي بون. جي يساوي من واحد جوسكا هنا راح نقرا اشاك فوا عنصر في لاماتريس. دونك نقول ام لاماتريس نسميها ام مثلا اي جي يساوي، ندير كونكاتيناسيون برك باش نافيشي الاي وجي، ندير كونكاتيناسيون تاع شانت كاركتر صراحه نكتب انبوت، ولهنا نفتح نياكف نقدر نخدم باس تي ار كات، شفنا على البرينت اوف ما صلحش في الانبوت، ونقدر نخدم ثاني بكونكاتيناسيون تاع طابلو وكانه انشانت كاركتر، استادير ندير كونكاتيناسيون هوريزونتال تاع بليزيور شانت كاركتر، راح يعتبر كانهم ديك طابلو كاركتر يلصق فيهم في بعضهم نورمال. نقول دوني
دي ليمو. هنا نخلي بلاصه الاي حطو اي برك بس من بعد كنكونفيرت فيه. هنا نحط شيء نحط دي بوان في الاخر كيما هكا ونغلق قوس. دونك لو كان نخدمها كيما هكا مباشرة بيان سور مش راح تمشي باسكو منقدرش نكون كاتيني ان اونتي مع وشان كاركتر. دونك لازم ندير نوم بلاستيير راح تكونفرتي لي لونتي تاعي يمشي نفس الشيء اللي صغير. دونك هنا كملنا راه كثير طلع ماتريس. دركا راح نحسبو ترونسبوزي. دركا راح نخدم في اون ماتريس خلاف اسمها ترونسبوزي راح يكون فيها عدد الاسطر هو عدد الاعمده تاع ام وعدد الاعمده تاعها راح يكون هو عدد الاسطر تاع ام. التفصيل هذا ما يهمنيش بيان سور في الحاله هذه في اللونجاج هذا بالذات باسكو نقدر نعمر لاماتريس بلا ما انيسياليزيها بلا ما نعرف لاطا تاعها مسبقا جوست نباركوري برك نحط العناصر في بلاصتها وراح تصلح مرة. دونك في ترونسبوزي واش قلنا يسرى ليني تولي كولون كولون تولي ليني بالنسبه للعناصر كل. دونك راهي حاجه بسيطه بالنسبه للترونسبوزي ندير جوست لا ميم بوكل باركوري لي ليني ولي كولون تاع ام من بعد لهنا نسميها لا ماتريس تي مثلا اي جي ولا تي جي اي بلوتو باسكو يقدر يكون اي اكبر من جي ولا جي اكبر من اي في الحاله هذه راح يصير لي مشكل لما نحط تي اي جي نعكس لي زانديس في الان باسكو في الان راح نعكس لي زانديس غير الاي وجي هنا راهم يتبعوا في لي زانديس تاع ام ماهمش يتبعوا في لي زانديس تاع تي. هنا نقول سوا ام اي دونك اي عنصر في لا ليني اي اي لا كولون جي في ام لما يروح للتي يولي في لا كولون جي اي لا ليني كيما هكا راح نعكس لي ليني وليكو. هذه بالنسبه للترونسبوز. دونك الروتاسيون هذه شويه صعيبه دوك نوضح لكم خير بمثال باش تفهموا مليح كيف راح ندير فور اي من واحد ال فور جي من واحد سي نخلي ام اي جي هنا من لي زانديس نحطها نسميها ار مثلا لا ماتريس دو روتاسيون لي زانديس اللي حطهم هنا لازم تفهمهم بمثال. لو كان نرجع لا ماتريس ماتريس تاعي ام وندير روتاسيون تاع 90 درجة الام واش راح يصير لهنا تلاحظوا لهنا في العنصر 13 مثلا هذا كان في اللاليني الاولى لا كولون الرابعة ولا في اللاليني الاولى لا كولون الاولى. اوكي شوفوا توجو العلاقة ما بين اللاليني الى كولون صحيح هنا كان في لاليني الاولى ولا في لاكولون الاولى. اوكي 8 كان في لاليني الثانيه ولا في لاكولون الثانيه. 12 كان في لاليني الثالثه ولا في لاكولون الثالثه. يعني سي دو نشوف هذا الدور كان في لاكولون الثالثه باردون كان في لاليني الاولى ولا في لاكولون الاولى كيف كان لاليني الاولى لاكولون الاولى لاليني الاولى لاكولون الاولى. دونك اي حاجه كانت في لاليني الاولى رايحه لا ليني هذيك تولي كولون. دونك العلاقه لو باساج من لا ليني لا كولون راهو ساهل لو باساج من لا ليني لا كولون راهو ساهل سي جوست اني لهنا لي كانت ليني نقلبها كولون. درك يبقى لو باساج من لا كولون تاع ام لا ليني تاع دونك واش نلاحظوا هنا نشوفوا لا كولون تاع ام مازال لو باساج من لا كولون لا ليني لا كولون لا ليني لا كولون لاليني لا كولون درناها لاليني لا كولون درناها يعني مازالت لا كولون لاليني. دونك هذا كان في لا كولون الرابعة ولا هنا في لاليني الأولى كان في لا كولون الثالثة ولا في لاليني الثانية لا كولون الثانية ولا لاليني الثالثة ولا كولون الأولى ولا لاليني الرابعة. العلاقة هنا واش هي أني على قد ما تكبر لا كولون على قد ما تزيد القيمة تاع لا كولون على قد ما تنقص القيمة تاع لا ليني. مثلا هنايا نهزو ليني خلاف 9 كانت في لا كولون الاولى لهنا راح نلقاها في لا ليني الاخرى. دونك لا كولون الاولى الكوريسبون لا ليني الاخرى لا كولون الثانية الكوريسبون لا ليني اللي قبل الاخرى لا كولون الثالثة الكوريسبون لا ليني اللي قبل الاخرى. يعني سيدي نبداو بالاولى تكون هي الاخرى اشاك فوا من بعد اشاك فوا نزيد واحد في اللاليني نقص واحد من لاكولون كيما دونك لهنا واش نقول كومون سي بون
لهنا نقدر ندير اند شي اند لا كولوني نعرفها مسبقا، هي نقدر نحط سي، سي باسكو ما نقدرش نخدم باند هنا في الار باسكو الار مازالت ماهيش مكريه، قاعد نكري فيها اون باراليل مع الان بقى. دونك نقدر نحط سي ناقص جي. البروبليم في سي ناقص جي سي كو لما جي تكون تساوي سايز السي ناقص جي راح تمد لي زيرو، دونك لازم نزيد ناقص واحد صافي باش الاخرى تقابلها الاولى واللي قبل الاخرى تقابلها الثانيه. يعني سيدي من بعد ما حسبت ترونسبوزي وروتاسيون 90 درجه نقدر نافيشيها. دونك نقول نافيشيها ماتريس اوريجينال، نقول ديسب يظهر حيا بني ما فيش لهنا يندر ديسك تمام. دونك هادي هي لا ماتريس اوريجينال. من بعد نزيد ترونسبوزي وروتاسيون، دونك ترونسبوزي ما فيش تي وروتاسيون ما فيش ار. روتاسيون ا غوش دور دي روتاسيون على ادروات بنفس المنطق جوست مين كنا مين كانت لا ليني تولي كولون ولا كولون تولي فان ناقص لي ناقص واحد تولي تعكس تولي لو باساج يولي تعكس برك. نحاول نيكزيكوتي نجيستي صح نقول نسميه ماتريس برك قال لي نمد لو نومبر دو ليني نقول مثلا 3 ليني 3 كولون اوكي ديني دور على كولون نسيت ما درتش اي سباس برك لهنا دوك نروح نكوريجي رابيدمون بصح مش حنعاود ليكزيكسيون ماشي مشكله كبيره هي. نقول واحد اثنين ثلاثة راح يكون فيها 12 ملي من المرة دونك لا ماتريس اوريجينال ها هي certainement الام كانت اكزيستي قبل، كانت عندي الام ماتريس ماجيك قبل عليها خرجت لي. دوك ندير كلير برك ندير كلير سيرسي البروبليم تاع مطلب حكيت لكم عليه قبل في الكور حكينا عليه ثاني في التي بي بليزور فوا سي كو لما تيكزيكيو ان سكريبت وتستخدموا دي فاريابل راهم ديجا بريزون في الورك سبيس تاعكم يقدر يبوزي لكم بروبليم. صافي بالنسبه ليه الام كانت اكزيستي قبل وحنا عدلنا بعض القيم وبقاو القيم اللي قدام اكزيستي برك. ممكن نعاود نيكزيكيوت برك درك يروح المشكله ثاني يعني فرغت الورك سبيس درك نبقى كاين في الورك سبيس طرواليني 4 كولون 3 4 5 6 7 8 9 10 درت واحد حتى شي دونك هذه لا ماتريس اوريجينال ترونسبوزي تاعها لا ليني الاولى ولات كولون لا ليني الثانيه ولات كولون كيف كيف لا ليني الثالثه كيف كيف ولات كولون الروتاسيون ا غوش دونك وكاني حكمت لا ماتريس هذه ودورتها وقفتها هناك دونك نلقى 4 8 3 3 7 2 ها هي و 2 6 1 و 1 5 9 لو كان جينا حابين نديرو روتاسيون ا دروات كيما قلت لكم تولي تعكس برك تولي لهنا تقعد شي لهنا دونك الاي تولي ال ناقص اي زايد واحد. نعاود نفس ليكزومبل برك هذه دارت روتاسيون ضربه على السطر وكاني حكمت لا ماتريس قلبتها كل تحت لا ليني الاولى تولي 1 5 9 5 1 لاين الثانيه 10 6 2 اللي هي الكولوم الثانيه هنا معكوس الترتيب تاعها اي ان سي دو سويت سيتو. بالنسبه لا كيستيون هذه لما حكيت لكم قلت لكم على لي ماتريس مطلب نقدروا نينيشاليزيهم بلا ما نقدروا نعمروهم بليزينيمون في لي بونز انديس بلا ما نكيو لي ماتريس مسبقا تقدروا ديروها مي اون براتيك لو كان تخدموا على ديفري بروجي يعني ولا حاجه واللي بيرفورمانس يكونوا مهمين المستحسن انكم تكريو لا ماتريس قبل حتى مطلب يقولها لكم بعد كان فوتو لا سوري على الايرور هذه دو يقول لك ماشي ايرور مي وارنينغ برك مي قاعد يقول لك لهنايا لا ماتريس اي قاعده تزيد داخل لا بوك دونك دو بريفيرونس
ديروا لها الوكاسيون قبل على جلا فيتا دونك باش ديروا لها الوكاسيون قبل تاخذوا تنيساليزيوها ب 0 هو الام تساوي 0 قدها لين قدها كولون ال سي ونفس الشيء بالنسبه ل دي ار مسوي نعكسوا لين ولي كولون برك انا راح نروحوا لزيرو اللي كانوا مام دي زيرو تحذيرات برك بور بور دي ريزون بيرفورمانس يعني ما مش دي ماش حاجه راح تمنع البروغرام تاعك من فونكسيون. نتمنى التمرين هذا كان واضح كان واضح وفي الحصه الجايه برك ان شاء الله ولا بلوتو في الفيديو الجاي راح نتكلموا على لي فونكسيون في ماتلاب كيف ما نطلع لهم كيف ما نستخدموها.